بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، منذ لحظات لجنة الميدان أعلنت عن انطلاقة شوطنا الثامن، وفي شوطنا الثامن خصص للإبكار عفوا، ولا شوطنا التاسع ولا الثامن تقريبا، بنتعرف نعم شوطنا التاسع اللي خصص للإبكار. نتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في كل هذه الانطلاقات الجميلة. والحاضرة هنا مع هذه الانطلاقات على أرضية ميدان الطي، ما شاء الله شوطنا التاسع، وشوطنا التاسع خصص للإبكار، ونذهب إلى صدارة الشوط لنتعرف على صاحبة المركز الأول والمتألقة حتى هذه اللحظات. أذهب إلى الصدارة وهناك إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، غش الذياب بن الذيب، بن ذياب بن سلطان المالكي. النقلة على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني هناك من الجانب الثاني اللي هي دمعة لعلي بن سعود بن علي الوهيبي، وثالث المراكز أريام محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. هو في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع هناك شعار عبد الله بن علي بن واس مع جبارة، وفي المركز الخامس ما شاء الله المرعوشة خليفة بن حليس بن راشد الكتبي من يقدم المرعوشة، وفي المركز السادس هنا هدية محمد بن خليفة بن حيد، والسابع المراكز من تأتي اللي هي روعة لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هناك مشغلة سيف بن سالم بن خليفة بينون الاجتبي، وفي المركز التاسع من تأتي في هذه اللحظات اللي هي شاهيني حمود بن محمد بن علي بن حمود الاجتبي، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر رماح لعبد الله بن سعيد المهيري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، بعناها عليكم بالهدوء تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للعشرة المراكز، بعناها عليكم كاملة مكملة، والكمال لله. يا سلام، الله يا المالكي، الله يا المالكي المسيطر مع دغش ذياب بن الذيب بن ذياب سلطان المالكي على المركز الأول صامدا ما شاء الله، بينما أريام المطربة ما شاء الله على ثاني المراكز لمحمد بن أحمد بن حلوة الكتبي، وفي المركز الثالث هدية مقبولة محمد بن خليفة بن حيد مع هدية ما شاء الله. النقلة على المركز الثالث ولا الرابع، اللي في المركز الرابع شاهينية حمودة بن محمد بن علي بن حمودة الكتبي ما شاء الله. يا سلام يا حمودة، مسيطرا على رابع المراكز، والمركز الخامس جبار عبد الله بن علي ابو نواس. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. يا سلام يا المالكي، يبغي النقطه الثانيه مع هذا الشعار الجميل، هذا الشعار الملفت. يا سلام يا المالكي، الله 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 الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة اللي تفصلنا عن خط النهاية. هو غادر المالكي، غادر المالكي، عبر الحدود، عبر الحدود المالكي إلى سلطنة عمان الشقيقة. تهانينا لك، تهانينا والناموس على هذا الإنجاز الجميل. هاي لحظات صلاحات النهاية مع الفوز والناموس، هدية في المركز الثاني محمد بن خليفة بن حيد، المركز الثالث حمودة الكتبي، المركز الرابع اللي المركز الرابع محمد بن أحمد بن حلوة، وفي المركز الخامس شعار المهيري عيرماح عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري. 4 دقائق 32 و94 الجزء الثاني. تهانينا والناموس.